أهلا بكم مجددا في المزاد. تحدثنا في المحور والجزء الأول من البرنامج عن ماذا بعد 9 جويلية وما مصير بن صالح وحكومة بدوي، بينما هو دستوري وسياسي ومخرجات هذه الأزمة أزمة أخرى كذلك يعيشها البرلمان بشكل أدق، المجلس الشعبي الوطني بعد استقالة رئيسه معاذ بوشارب، من سيخلف هناك الآن في الكواليس واجتماعات حتى هذه الساعة، من هو المترشح ومن سيكون الرئيس، كل هذا برسم هذا الحراك وبرسم التغيير المنشود. نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش. بنفس الطريقة التي انتخب من خلالها معاذ بوشارب على رأس البرلمان ثم الأفلان مباشرة، يتجه جميعي لاستعادة نفس السيناريو لكن في اتجاه عكسي فقط، أي من الأفلان إلى البرلمان. عديد من بين التصورات التي نقلت إلى الأخ الأمين العام هي ترشيح الأخ محمد جميع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وله واسع النظر فيما يخص هذه النقطة، وهذا التصور نقل بالاجتماع والتشاور والنقاش مع العديد من اللجان الدائمة بالحزب والنواب والهياكل البرلمان التابعة للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، وبإشراف لجنة الحكماء داخل الحزب التي هي منبثقة عن اللجنة المركزية. ليس واضحا بعد إذا كان انتخاب رئيس البرلمان في جلسة الغد سيحافظ على نفس التقاليد بانتظار الإعاز الفوقي، وإن حصل ذلك فإن شرعية رئاسة البرلمان ستكون محل طعن من جديد. هذه المؤسسة فقدت بريقها يعني، ونحن نعيش شهور أخيرة لنا. أنا بالنسبة لهذه الانتخابات لحد الجزائر تعيش رهانات وتحديات، راهي في غنى على هذا الصراع. اليوم إذا اختير الرجل المناسب فيمكن أن نأتي كي نساعد لوضع القوانين ونعمل مع بعضنا لمصلحة لحلحلة الوضع السياسي في البلاد، أما إذا اختير من هو مرفوض من طرف الشعب الجزائري نحن نقاطع هذه الجلسة ونبقى مقاطعين لأشغال البرلمان. يحتاج جميعي لثلثي أعضاء البرلمان لضمان انتخابه رئيسا خلفا لبوشارب، وهو أمر يبدو سهل المنال إلا في حال حدوث معطيات جديدة في الساعات المقبلة. إذن ما هو الجديد في الساعات المقبلة بشكل أدق؟ من سوف يكون الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني؟ هل سيكون مقبول برسم كل ما تعيشه الجزائر من هذه المسيرات والحراك المستمر؟ كان بوشارب أحد الباءات المطلوب مغادرتها كأحد الرموز لعبد العزيز بوتفليقة ونظام مسعود عمراوي النائب البرلماني عن حركة النهضة. ذهب بوشارب، فمن سيعوضه عندكم في هذه المؤسسة التي كثيرا ما كانت محل النقاش؟ وصل الرئيس القديم أو السابق بكادنا كما هو معلوم لدى عامة الجزائريين. الحكمة تقول كما تدين تدان، جاء بوشارب عن طريق الكادنا، وسط على المجلس الشعبي الوطني، ها قد خرج كما دخل، وما يبقى في الواد غير حجاره كما يقولوا بالمثل العامي. أعتقد أننا في محطة هامة ومفصلية وصعبة في نفس الوقت. البرلمان كان ناقصا للشرعية ثم أصبح فاقدا للشرعية، والآن أتيحت له الفرصة من جديد. أملنا أن يتخلى الجميع عن الأنا ويلتزم بالضمير الجمعي، ونفكر في مصلحة الجزائر في هذه المرحلة الصعبة جدا. ولذا من الضروري جدا اختيار الرجال الأكفاء الذين لم تتلطخ أيديهم، الرجال الذين يمكنهم تسيير هذه المرحلة، الرجال الذين هم يمكن أن يكونوا عناصر جامعة، لأنه بالفعل إن أتى أشخاص لا مصداقية لهم فإننا سنضطر لمغادرة هذا البرلمان. يتوفر البرلمان على شخصيات ذات مصداقية برأيك؟ نعم يتوفر في كل الحساسيات وفي كل الأحزاب، فالدولة لها رجال ولها رجال أكفاء، ولكن فقط هذه الكفاءات في كثير من الأحيان ما تغمر وتطمس، وبالتالي لا تظهر ولا تعطى لها الفرصة لأن تبرز. نحن نقول أننا في مرحلة جد حساسة، وبالتالي حال الوقت لأن نستخرج هذه الكفاءات، وبغض النظر عن الانتماءات وبغض النظر عن الأحزاب. الانتماءات رئيس المجلس هو من الأغلبية وهو من الأفلان، هل سيكون من المعارضة؟ هل سيكون من حركة كان من الأغلبية؟ نريد أن يخرجوا لنا شرفاءهم، أن يخرجوا لنا رجال صادقين مخلصين همهم الوحيد إخراج الجزائر من أزمتها. أعتقد أن المرحلة تقتضي ذلك،
ومن لا يشعر بهذا الهم ولا يشعر بهم الجزائر ويضعه في أولوياته ويضع اعتبارات شخصية فهذا لا مجال له في هذه المرحلة. وأعتقد جازما فإن الذي لا يقبل فلا يقبل بذلك فإن التاريخ سيرميه في مزبلته. على الأقل في تكتلكم هل حسمتم أموركم؟ نحن في حقيقة الأمر لا يوجد لنا مرشح، نقولها بكل وضوح. ما يهمنا فقط أن نجد مرشحا من أي حزب كان يكون عليه إجماع، إن لم يكن إجماع يكون توافق، الأغلبية تقره. والآن أصبح الجميع يميز بين الصالح والطالح، ويميز بأن بين هذه الشخصيات التي تريد أن تترشح هناك شخصيات مرفوضة شعبيا ومرفوضة واقعيا وأخلاقيا، ينبغي أن تختفي في هذه المرحلة. ومن العيب أنها في كل مرة لا تجد إلا نفسها وتفرض نفسها فرضا بطريقة أو بأخرى. رسميا عندك بالمداح من الأفلان مترشح، وهلالي من الأحرار مترشح، أما جميعي فترشحه الكتلة لم يحسم أمره حتى الآن. برأيك هذه الأسماء، أنت قلت لي الأفلان يملك أسماء يستطيع أن المعطيات يعود. الموجودة لدينا لحد هذه اللحظة فالترشيحات ما زالت مستمرة ومفتوحة، ولم يتم تحديد المترشحين بصفة نهائية، وبالتالي كل كلمة الآن وكل قول فإنه سابق لأوانه. نأمل لقاؤنا يكون يوم الغد على الساعة 10:00، نجد وجوه مؤهلة وقادرة على تسيير هذه المرحلة. طيب السيد علي ربيش، استخلاف بوشارب هل هي معركة أفلانية أفلانية على اعتبار أنه حتى دستوريا رئيس المجلس وصاحب الأغلبية يحتاج إلى ثلثين، والثلثين لا يتوفران إلا عند الأفلان والأرندي، هل هي معركة أفلانية محضة أم مخاض عام؟ أنا قبل ما نجاوبك نعلق برك على الكلام تاع عربي قبل ما يختم، لما قال أنه السلطة طرحت في مبادرة على أساس أنه الهيئة تكون كذا وكذا، وإحنا نرحب بها. صح العربي العربي من جهة أنه لا يثق ومن جهة يرحب. لا قول ما كاش تناقض. أنا طرحتها على أساس السلطة راح تفتح الحوار وبما فيهم الجيش ما عندهم حتى دخل نسحبه، ولكن لا نثق في هذه السلطة. بطبيعة لا يثق فيها خلاص. صح هذه ما عندها دخل، قلت لك خاطين يديروا أنتم طبقة سياسية. النقطة الثانية أن هذا البرلمان، هذا البرلمان الآن البرلمان من ناحية الحسابية الورقية هو أغلبية أفلان، ولكن من ناحية السياسية ومن ناحية ما يحدث داخل أفلان يبدو أن الأفلان الآن مسألة التزام النائب للتصويت لمرشحه ما بقاتش، لأنه الآن اللي ما حدث في اللجنة المركزية ما بين معاد مع جميعي وجمال بن حمودة كانت الأصوات تقريبا متقاربة. جميعي عرف كيفاش يدير اللعبة، هل سيستمر في إدارة اللعبة مليحة الآن داخل البرلمان بمعنى أن الكتلة البرلمانية للأفلان هل ستلتزم مع جميعي وتنتخب الجميعي؟ الأرندي الآن راه يعيش حالة من التوتر الداخلي مخاض، هل سيلتزم بقرار القيادة؟ والأحزاب هذه الإسلامية والأحزاب الأخرى اللي موجودة الآن داخل البرلمان هل سيتكتل؟ انظر لنا في الليلة هذه راه اللعب تاع الكولسة راح يكون الكولسة كثيرا ما يتحدث في الأفلان وفي كتلته عن الإعاز عن القرار الفوقي، أنت تتحدث عن الرجل الرابع حتى وإن لا يوجد على الأقل بروتوكوليا، هل سيترك للصدفة؟ هذه المرة قال اختاروا رئيسا للبرلمان كما لم تريدون. يعود الأمر كما كان لا أصلاً إعاز لا حتى وين كان إعاز ما تقدرش أنت تلزم على هؤلاء النواب أو على في الأرندي أو باش يلتزموا بشكل كبير، لأنه الأحزاب هذه كما قال العربي في قبل أحزاب الموالاة هي راهي في خطر، هي راهي في محل شك، بمعنى أنه فيه فوضى داخل هذه الأحزاب. وين يخلي القيادة تاعها؟ ما عندهاش القدرة أنها تلزم النواب تاعها قال هاولي ولا نفوتك مجلس تأديبي ولا نفوتك لجنة الانضباط، لأن مسألة الانضباط فقدت في الأحزاب الكبرى الأرندي والأفلان، لأنه اللي حيصنع الفارق هو الأرندي والأفلان، ما نظنش راح يطلع واحد مترشح من حزب صغير راح يدي. إذن الآن البرلمان هو في حد ذاته راه يعيش حراك، يعيش تحول، يعيش تصحيح ما صار لهذه الهيئة التي تم تقزيمها وتسحيرها وإفراغها من محتواها بشكل إرادي، لأنه هيئة مثل هذه في اللحظات هذه اللي راهي تمر بها الجزائر شبه غائبة. طيب. المفروض أنها كان لابد أنها تلعب هذا الدور. طيب سي عامر الخيلة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، البعض يسميه رجل الرابع، كثيرا ما تحدث عن هذا المنصب بالإعاز، بوحجة ثم يرحل ثم يأتي بوشارب ثم يرحل هكذا، واصل يعني الضغط استمر عليه حتى قدم استقالته. لما نتحدث حتى الآن على الورق على مترشحين كثر
إلى حد الآن بالمداح رسميا وهلالي وربما جميعي. عندك ثلاث مترشحين، ليس كما كان الأمر فيها سابق يتم بالتزكية واحد. هل ما يقوله سيربيج ممكن؟ يعني الآن أنت سوف تقترع سريا ومن حقك أن تختار الذي تريد. شوف أنا بالنسبة لي جبهة التحرير الوطني أمورها محسومة، لا محسومة، هذا حزب السلطة عمر ما كان حزب في السلطة، وحزب السلطة يتلقى تعليمات وينفذ تعليمات وفيه استعداد عند المناضلين والقيادات لتلقي التعليمات وتنفيذها، والتعليمات الرئيسية اللي تلقاها كان عنده واحد ارتباط عضوي برئاسة الجمهورية، مهما كان رئيس الجمهورية من هو اللي على رأس رئيس الجمهورية. الآن ممكن تقول لي موشي بن صالح، أقول لك نعم إلا موشي بن صالح كاين قايد صالح بالنسبة لفلان، ولكن الشيء اللي راح يكون مؤكد في تقديري يا أنه سي جماعي تمكن خلال الانتخابات الحزبية من أنه يعني نقول يحدث المفاجأة، يحدث المفاجأة مقارنة بالتنافس اللي كان انتخاباته في جلسة مغلقة. إيه بالنسبة يعني يحدث مفاجأة لجنة مركزية بأغلبية يعني ماشي بسيطة ولا أغلبية نفس الناس اللي انتخبوا في الكتاب في نسبة معتبرة في البرلمان هم نواب في البرلمان، معناها محسومة الجميع سلفا. لا هي إذا كان الآن عنده الغريم نتاعه اللي ممكن ينافسه وممكن يلتفوا حول وجهات أخرى وكذا، بالرغم من أنه فيه تقاسم الأدوار وتقاسم للهيئات رئاسة الهيئات عن الويراندي. الويراندي في ظل غياب رجله الأول أو تغييب رجله الأول، الآن الويراندي ما نظنش بلي كاين طموح، ولذلك الطريق راهو مفروش امام السيد جميعي في تقديري بيكون رئيس، لا سيما وانه الاسماء. طيب المداح نفس الانتماء الأفل. لا الاسماء التي ذكرت سابقا حتى وان دخل عن طريق قائمه اخرى، اذكر بوحجه، اذكر المداح، اذكر غيرهم، اذكر زميلنا هذا بوعلام هلالي وغيرهم، اذكر هذه الاسماء كلها لما يتعلق الامر بالامين العام لجبهه التحرير الوطني مرشح. ايوه هنا يصنع الفارق. صحيح هنا يصنع الفارق. صحيح. ولا تنسى بانه هو راح يكون امين عام وفي نفس الوقت راح يكون رئيس له، وما يستغناش عن الامانه العامه الا بعد فتره. صحيح. لا سيما وأن عمر المجلس الشعبي الوطني مربوط بالانتخابات الرئاسية. صح. طيب ماذا لو حدث محمد جميعي رئيسا للمجلس الشعبي الوطني؟ أترك لك التعليق عابس واق. شوف أنا في مسيرتي المهنية دائما اليوم اللي يسبق الانتخابات أو يومين نروح ندير قضية صبر أو استطلاع داخل المجلس الشعبي. البارح قضيت كل يوم في المجلس الشعبي الوطني نجلس صحفي فضول خلوك تدخل العربي خلوني عندك بطاقة صحفي دخلت كصحفي دورت اليوم كامل حسبت حساباتي اكتشفت ان اللي راح يفوق اللي منهم كامل تقريبا وكيما قال السي عامر فلان ما كان هو راح يكون جميع هو الرئيس. ما معنى هذا؟ معنى هذا سياسيا أنا بنظرة عامة للخارطة بنظرة عامة لأن مبدئيا لأن الأغلبية في البرلمان هي جبهة التحرير. الآن دي الأغلبية نفس الطرح تقريبا المعارضة. أنا استغربت فيما السيد سي بن خلاف يسأل شكون يكون ما يكون والو يكون بلفلان لفلان تقريبا هما بيناتنا على مستوى الرعاة ولا ما كانش فرق ما يختلفوش في بعضهم. ولكن الشيء اللي شميته البارح بعد الدوره نتاعي للداخل شميت انا جميع حسم المعركه حتى الان غير مترشح. ما معنى هذا؟ هي تبقى امور داخليه بيناتهم. لا انا تسمح لي نضيف حاجه الشيء اللي راهو موجود في اللي كرسته جبهه التحرير الوطني ان تكون في وظيفه تنفيذيه ولا وظيفه تشريعيه سياسي. حتى اذا كان نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني تفضلها على أنك تكون الأمين العام لجبهة التحرير الوطني. أهم. هذا هو المنطق اللي سائد لأنه يعني نفوذ الشخص البرستيج تاع الشخص التعامل تاع السلطات مع الشخص اللي يكون موجود على رأس المجلس الشعبي الوطني ولا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني لا كل يعني ما يشي نفس المعاملة مع رئيس جبهة التحرير الوطني. طيب. رئيس جبهة التحرير الوطني عنده حضور وكدا في المناسبات انتخابية. لا 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 مناسبة انتخابية حتى هو نوفمبر يقدروا يستدعوش يقدروا حتى يحرموه من حضور الاحتفالات الرئاسة ولكن يحتاجوه
في الانتخابات. ثم اللي قال السيد العميل العام يلا تفضل تحمل المسؤولية. العربي، هل تعتقد أنه اسم رئيس مجلس المجلس الشعبي الوطني قد يكون مؤشر لتغيير ما في مؤسسة كثيرا ما كانت بين قوسين؟ البعض يقول لك حتى البرلمان الآن مهم لأننا قد نحتاجه في مسألة الانتخابات. أنا تتدر من جميع ولا غير وغير في سير البرلمان بشكل عام؟ لا 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 ولا شيء، لأننا قد نحتاجه في قانون الانتخابات. هناك بعض الأمور التي قد تمر حتى على البرلمان الحالي برسم التغيير. ما نحتاجوش الرئيس البرلماني مشيها، ما كاش مشكلة. البرلمان حامي اسمها بالأمس وقبل الأمس ومنذ 60 حتى القطوة، حلمي أسمنها مجرد هيكل بلا روح يفوتوا فوش يحبوا حتى في المدى المنظور. احنا البرلمان يحلبوه بعد الانتخابات القادمة ان شاء الله اللي يطلع فيها منتخبين. ما هوش بالصيغة التقليدية. انت على كانت الإدارة تحسم الأمور، تعليمة تجي من الدياراس، لفن أعطيه هذا، الآرند يعطيه هذا، حزب العمال أعطيه هذا، النهضة أعطيها هذا، ولا ما أعطاكمش ثم ولا ما أعطاكمش. سيد سعود، مؤسستكم كثيرا ما كانت محل نقاش. أنا في هذه النقطة وشاطر الرأي لأخي العربي. البرلمان فاقد الشرعية، عنده أمل كبير، وأنت نائب فيه. أنا نائب فيه ونقولها بكل وضوح وبكل صراحة. احنا البرلمان الذي لا يحسن الا رفع الايدي وتاتيه التعليمات لا خير فيه. انا شخصيا اصبت بخيبه امل كبيره، كنت اتوقع انني ساكون صوتا للشعب، وهذا الصوت سيصل الى مداه وساحقق مبتغيات الشعب. ولكن لما وصلت وجدت ان الاغلبيه الساحقه تقضي على الاقليه الفاعله، وبالتالي لا مكان لنا في هذا البرلمان. املي كبير فقط، الان نؤسس لدولة القانون، كيف نستعجل لكي نخرج الجزائر من أزمتها وننتخب رئيس شرعي. بعد ذلك أملي كبير في الانتخابات المقبلة. كانك تقول البرلمان الحالي غير مهم، يعني بقاؤه من عدمه هو فقط. البعض يقول لك نحتاجه في بعض الأمور التقنية. نعم، البرلمان ما زالت له أدوار سيقوم بها ما دمنا لم ننتخب رئيسا للجمهورية، لأن هناك قد تمرر عليه بعض القوانين. نحتاج إلى قانون مالية، نحتاج إلى قانون الانتخابات تعديله، خاصة قانون الانتخابات، خاصة في قضايا كثيرة. ولذلك البرلمان لماذا لم يحل؟ لأن هناك قضايا في المستقبل حتى وإن كان قرار لمجلس أعلى للأمن لابد أن يصوت عليه بالأغلبية من طرف البرلمان بغرفته. وبالتالي ولماذا نحن لو لم يكن أننا نترك هذه المؤسسة فارغة ونتسب ربما في انهيار الدولة، لأننا نحن نبحث على تغيير السلطة وتغيير النظام وليس انهيار الدولة. لولا ذلك لاستقلنا من هذا البرلمان الذي لا فائدة فيه، ولم نستطع أن نعبر فيه عما نريد ونبلغ ما نريد ونحقق ما نريد. هذه نقولها بكل وضوح وموضوعية. طيب، أنت تحدثت عن أملك في أن يكون تغيير ووجه مقبول وذو مصداقية. تعتقد أنه من بين ما هو موجود حتى الآن بالمداح الشاب الذي كان يوما ما في الأفلان وهو نائب عن الجالية بالخارج، وهلالي الذي يقول لمين عثماني وكأنه يتبرأ منه من كتلة الأحرار، وجميعي حتى الآن الذي هو غير رسمي حتى وإن كان اسمه في الكواليس يذكر بشكل كبير بأنه ستؤول الأمور إلى جميعي. مسألة الترشح هي تقنية. والله أنا أقول اختلاف يجب أن نرميها جانبنا. قلت في بداية مداخلتي أن الظرف يقتضي أن نختار شخصية متوازنة، شخصية محترمة، شخصية لها شخصية فعلية يمكنها أن تسير هذه المرحلة. مثلا نريد أسماء، نريد مترشحين. أنا إلى حد الآن لا يمكنني أن أقدم لك أسماء. أنا قلت ككتلة برلمانية في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ليست لنا أسماء للترشيح. عندك مواصفات رجل. سنصوت وسننتخب على الأكفى والأنزه والأحسن. مواصفات رجل. نعم، مواصفات رجل. رجل دولة بأتم معنى الكلمة، همه الجزائر. رجل غائب. هذا هو الهم الذي نحمله. مواصفات رجل، حتى النساء يمكن أن تكون رئيس مجلس شعبي الوطني. المرأة والرجل حتى في القرآن الكريم ذكر الرجل ويقصد بالمرأة والرجل. طيب، تعرف عندنا إشكال. إشكال سياسي. البعض يقول لك هذه المؤسسة مهمة إلى آخر يوم نحتاجها، رئيسها الجديد قد إذا كان اسمه فلنفرض جميعي كما هو متوقع إعلاميا وفي الكواليس وغير ذلك. القراءة العامة قد يقول لك يعني ذهب بوشارب ليأتي رجل أفلاني آخر سواء كان جميعي أو غيره. تعرف أن الأفلان هو أحيانا مرفوض في الغالب حتى من هذا الحراك. سمعنا أن الأفلان مطالب بأن يرحل هو الآخر، صحيح؟ نعم، وفي الناس طالب بدخول أفلان مثلا ومعه الأرندي إلى حد بعيد. نعم، هذا طرح وهذا مطلب
وهذا لابد أننا نحترم الآراء فيما بيننا، لكن لا يجب أننا ننصب أنفسنا أوصية. ما يلزمش واحد يدير في باله باللي راه وصي، وأنه قوله هو قول الحق، وأن الذي الشيء اللي يقوله هو قرآن. إحنا الحراك في البداية لما تكلم على العصيان، أنا كنت من الناس اللي كنت نقول ضد العصيان. البعض كانوا يسخنوا في البندير للعصيان. الحراك قال للإضراب العام، إحنا قلنا ضد الإضراب العام. ووقفنا، وفعلا الحراك بعد مدة فهم الشيء اللي كنا نقوله فيه والشيء اللي كان يتكلم فيه، وتنازل على أشياء واستمر في أشياء. ولهذا هذا التفاعل تاع الحراك مع ما يحدث من متغيرات في محيطه السياسي والاجتماعي يدركها الحراك. وفي الأخير هذا الحراك لن يجلس إلى طاولة الحوار ب 40 مليون جزائري، سيترك المجال للنخب، للمثقفين، للسياسيين، للمعارضة لكي تدافع عن مطالب هذا الحراك. لهذه الندوة ضمت 450 600 700، هذا هو الأقصى. مش راح تضم لك 40 مليون، ولكن هذا الحراك ما هوش غبي، بل هو ذكي ومسؤول وينظر ويلاحظ ويتابع. إذا ترك تتماهى وتتطابق مع ما يريد. نعم، اليوم شفنا أخير الجمعة الماضية رئيسة حزب نزلت الشارع، تم طردها. هل طردها كل الحراك؟ هل طردها نصف أو جزء من الحراك؟ الحراك في جزء منه أصبح يتم التلاعب به، وأصبح في بعض الأحيان يعطوله واحد التلون سياسي خطأ. احنا لو واش رانا حابين؟ هل رانا حابين نستمروا في الازمه ونزيد ونغمقوا ونزيد ونستمروا؟ طيب. ولا انا رايحين حابين نروحوا للحلول؟ الحلول هي واضحه، اننا نمضي الى انتخابات رئاسيه يتقدم فيها فرسان من الاحزاب السياسيه او شخصيات مستقله، يقدموا لنا برامج ويتفضلوا للشعب الجزائري. المعارضه دورها الان وش هي؟ انها تلعب دور الوسيط بين الحراك، وسيط وليس ممثل أو تمثل الحراك، تلعب دور الوسيط ما بينها وما بين السلطة. ذوك السلطة هذه طرحت هذه المبادرة اللي راهي جاية، وتقول أني أنا لن أشرف على هذا الحوار، ستشرف عليه شخصية مستقلة. جميل. قد يكون طيب. طيب. قد طيب. اسمح لي. نعم. تفضل. أنا بالنسبة للحراك نكون واضحين وضوح الشمس. الحراك منذ الجمعة الثامنة لم يصبح ذلك الحراك الذي انطلق في 22 فبراير. تغيرت الأهداف والمبادئ. أنا أخوف ما أخافه أننا كنا نحارب في الآن نتكلم عن تصوير الانتخابات. أخاف أن يكون هناك تصوير ضمير جمعي. نعم. صح. أن يكون هناك تصوير للشارع أيضا. صحيح. وبالتالي لقد لاحظنا أيضا تصوير للشارع. نعم، تصوير للشارع. كيف؟ وأنا متأكد من ذلك. لقد لاحظت هذه الجمعة الماضية أن هناك مجموعة من شباب وشابات يقفون على الأرصفة. كل مجموعة لما تأتي مباشرة تأتي هذه الفرقة وتقف أمامهم وتصرخ بنداء واحد. وبالتالي لما يكون الشارع بهذه الصورة، هل نستطيع أن نحكم بأن هذا هو الحراك يعني الحقيقي؟ إلى هذه الدرجة غير واعي حتى يردد شعارات وفقط؟ هذا رأيته بأم عيني، وأنا كنت حاضر في حراك هذه الجمعة العشرين هنا بالعاصمة، ولقد تعمدت أنني أراقب هذا الجمع الذي يقف على حافة الطريق. كل مجموعة تأتي ولها أعلامها، ولما تصل تتقدم هذه المجموعة وتطلب منها إما الميغافون مكبر الصوت أو تصرخ على صوتها بشعار واحد ومتفقون على هذا الشعار. أنا أخوف ما أخافه أن ننتقل من مرحلة تزوير الانتخابات إلى تزوير الحراك. ولذلك أحذر. نعم. أسأل العربي تزوير الحراك، يقول لك ولذلك أحذر وأشخاص يرددون فقط شعارات. نعم. نفس الشعار يرددونه. ولذلك أنا أحذر. طيب. من مغبة ذلك. والحراك الآن، لأكون منصفا وموضوعيا أيضا، الكل الآن ينادي بالحراك، والكل يقول الحراك. ويقول لو نذهب إلى الحراك، هل استفتيناه؟ هل أخرج قادته؟ هل أوجد لنا ناطقين رسميين يتكلمون باسمه؟ في الكل يتكلم باسم الحراك، وأنا أتكلم باسم الحراك ومن حقي، لأنني لم أترك ولا جمعة واحدة من 22 من الجمعة الأولى إلى اليوم. وبالتالي الآن يجب أن نضع تعريف للحراك. من هو الحراك؟ وأتمنى من أخي العربي أن يجيبني على هذا السؤال. الحراك فيه تناقضات كثيرة، وفيه فسيفساء، وفيه تعدد للآراء والأفكار. هو يحمل نفس الأفكار التي تطرحها الطبقة السياسية بمختلف أنواعها. طيب. وكذلك بفعاليات المجتمع المدني. أي حراك تقصد يا سعد؟ نرجع لك. تفضل. أنا أحترمك. شوف الحراك بخير وسيبقى بخير، والتشكيك فيه
ان شاء الله ما يوصل حتى نتيجه. شوف الحراك طبيعي، الحراك حركه مطلبيه، مش حزب سياسي، مش مشروع سياسي. كل الاحزاب السياسيه متواجده داخل الحراك. الحراك وين ما جاء رئيس حزب رفضوا حوزه، وهو على حق باش حزب يتبناه. لما بصح جو المناضل تاع كل الاحزاب شوف الحراك بشكل عادي، الحراك واعي. ولما اطراف ما تدخلوا ايديولوجيا معينه يرفضها الخلافه. قدم مسعود ملاحظه، ربما ما تنطبقش على هذيك فئات قليله. وانا كنت واجد في الحراك نهار الجمعه، وكل يوم في الحراك انا نبدا من 11 تاع النهار حتى الخمسه دائما في الداخل. لا، هذيك ترديد شعارات وفقط. ترديد شعارات، كان مجموعات ردت شعارات، ما انا شخصيا نرفضها، ولكن بمجرد ما تحاوروا معهم ونقبلوهم يتراجعوا. أكثر من مرة يوقع مثلا حدث صدام بين الشرطة والمتظاهرين، ونقع المتظاهرين تراجعوا، ماشي الشرطة حتى الآن يحافظ. نقول لهم عن طريقنا السلمية تبقى سلمية. أنا نقول لهم حاجة، قلت لهم حاجة اللي يلامون عليك من الناس، نقول في النقطة هذه نكونوا مسيحيين، يضربك من نعطيه الوجه الآخر باش تحبوا ننجحوا. قهرنا السلطة هذه وطيحنا بوتفليقة بالسلمية، لازم السلمية نحافظوا عليها لآخر وقت، وهي سلاحنا الوحيد الناجح، والحمد لله نجح. كل التشويشات ومحاولات تفجيره من الداخل بات بالفشل، والحمد لله. والحراك سينجح في الضغط، واسمح لي حتى مطالبه المعروفة خط عام. كل حركة فاصل قصير ثم نواصل العربية، ابقوا معنا مشاهدينا.